يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم الذبح للمدير في العمل تقرب ما حكم الذبح للمدير في العمل تقربا له لأجل الحصول على زيادة في الأجرة، هل يجوز هذا العمل؟ ما أظن التقرب عبادة، التقرب عبادة، هذا تزله إليه، تحبب إليه لأجل أنه يساعده، هذا يعتبر من الرشوة، إذا كان لهذا الغرض فهو رشوة ولا يجوز. نعم.